بالنسبة للملف الخاص بكورونا، في بعض المستجدات عند بعض الدول زي مثلا اليابان. امبارح اليابان مسجلة 240 ألف إصابة جديدة بالنسبة لها، فالوضع الوبائي مقلق بعض الشيء، لكن معظمهم إصابات لأنه نسب الوفيات عندها مش اللي هي المقلقة. بنرجع تاني نبص للصين، بنلاقي إنه الفيروس بيتوحش حسب الأخبار اللي واردة لنا من هناك، لكن على الناحية التانية كمان إحنا بنلاقي ظهور فيروس جديد اسمه لانجيا. العالم كله دلوقتي ابتدى عينه تروح صوب الصين. طيب ايه لانجيا ده، وظهر فين، وكم اصابه لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي بيتكلموا على حاجه و30 اصابه. فين؟ في الصين. ومصدره ايه؟ قالوا التعامل ما بين الانسان والحيوان. طب ايه الحيوان اللي بينقله؟ الخفاش، وقالوا خفاش الفاكهه، وقالوا انه ده مش فيروس جديد ولكن هو ظهر في صورة جديدة وكان له سوابق قبل كده بس بأشكال أخرى. تعالوا نتعرف على الجديد من دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، معانا على الهاتف. يا جماعة دكتور أمجد معانا المكالمة. دكتور أمجد مع صباح حضرتك. الخير، صباح الخير يا هبة، صباح الخير اهلا على بيك يا حضرتك. دكتور امجد. ويعني احنا هنستعرض مع حضرتك كده ومع الساده المشاهدين بعض العناوين من الصحف العالميه، بدايه من واشنطن بوست اللي كتبت انه فيروس لانجيا الجديد بيظهر في الصين وانه انتقل للبشر من الحيوانات واصيب به العشرات حتى الان. بي بي سي قالت ان فيروس جديد بيصيب 35 شخص في شرق الصين. الجارديان قالت قلق من فيروس لانجيا المكتشف حديثا بعد ما بلغت الإصابات عشرات الحالات. الإنسايدر اتكلمت إنه فيروس جديد، أهو معانا الجارديان، أهو إنسايدر، فيروس جديد في الصين بيثير الذعر، والخبراء بيقولوا إنه ربما لا يكون خطير زي كوفيد. ساينس أليرت، اكتشاف فيروس جديد في الصين، هل يجب أن نقلق بشأن فيروس لانجيا؟ ده السؤال اللي أنا هبتدي بيه من ساينس أليرت. هل يجب أن نقلق من هذا الفيروس يا دكتور أمجد؟ طيب لافيا ليس بجديد. أنا بستسمعك بس يا دكتور أمجد، نعلي الصوت. طيب هو ليس بجديد الأوبئة، إحنا كنا فترة كبيرة جدا زي ما قلنا قبل كورونا، كنا الجزء الطبي عند الناس في كسور جديد ما كانش فيه أي اهتمام. كورونا لفتت أنظار العالم لأي مرض ينتشر حتى لو هو كان بينتشر قبل كده، بقى يثير الفزع والفوبيا للناس كلها. ليه؟ لان السنتين بتوع كورونا دي جعلوا الناس، كل الناس بتنتظر اي خبر، وبالذات عن الصين، اي مرض ينتشر جديد بيؤخذ منه. بتنتظر ولا بتفزع من اي خبر؟ تفزع وتنتظر. بيحصل نوع من الفوبيا بسبب كورونا وعدوى كورونا، وكوفيد انتشر من الصين عن طريق الخفافيش ولا لا. احنا بقى لنا 3 سنين يا دكتور. بالفعل، فعشان كده اي حاجه انتشار جديد لاي فيروس ده بيبقى محط انظار الاطباء والعلماء وكذلك المواطنين العاديين دلوقتي. صحيح. السوشيال ميديا ما خلتش اي حاجه الا ما ابتدى الناس تهتم بيها، بالذات الجزء الطبي. طيب احنا دلوقتي يا دكتور، يعني اذا اتكلمنا على خصائص لانجيا وظهوره، كل حاجه احنا بنسمعها لا دي ليها نفس خصائص الانفلونزا او دور البرد العادي. حتى امبارح لما جه تقرير صدر على موضوع شلل الاطفال في انجلترا وابتدوا يبصوا له تاني، يمكن انا رصدته مع الساده المشاهدين من شهر، لكن امبارح ابتدى الكلام عليه بشكل كبير جدا يتصاعد انه موجود في المصارف، في مياه المصارف، فقالوا ان الفيروس موجود برضه، اعراضه تشابه اعراض الانفلونزا. فهنا حاجات برضو أمور خادعة بالنسبة لنا. إيه هي الخصائص الخاصة بلانجيا؟ طب أي فيروس بدايته، بداية العدوى بيه، تتشابه الأعراض للجميع. كوفيد، إنفلونزا، حتى الجدري القرود تتشابه أعراضه في الأول مع أعراض الإنفلونزا، اللي هي سخونة، ارتفاع حرارة، اللي هي الإرهاق الشديد، اللي هو يعتقد الشخص ساعتها إن هو دور برد. بالفعل الحمى، الإرهاق، السعال، أعراض الإصابة بفيروس لانجيا. طب هل هو ينتقل إلى البشر من البشر إلى البشر ولا لأ؟ لحد دلوقتي لا توجد أدلة عن إمكانية انتقال هذا الفيروس من إنسان لإنسان. وتنفس عبر التنفس ولا عبر التلامس؟ لحد دلوقتي بينتقل عن طريق أحد الفئران، عن طريق الخفافيش. جزء الاستنشاق فيه برضو غير معلوم، هل هو تلامسي هل هو استنشاقي، ولكنه انتقاله من الحيوان للبشر خلاص هو بينتقل. انتقاله من إنسان لإنسان لسه حتى الآن لا توجد أي دراسة ليه. لكن مش وارد إنه منظمة الصحة العالمية تدرجه حالة طوارئ زي ما أدرجت جدري القرود؟ طيب إحنا جدري القرود أعلن حالة طوارئ ليه؟ ليه؟ علشان هم منظمة الصحة العالمية، مع إن ما كانش فيه إجماع تام على إعلان حالة الطوارئ، ولكن لأخذ الحيطة والحذر.
حالات الوفيات بتاعته قليله جدا. هو فيروس برضه كان معروف زمان وكان بيصيب، والدرجه الوبائيه بتاعته وقدرته على الانتشار ليست بالسريعه. كذلك اعتقد هذا الفيروس نفس النظام بينقله في فأر اسمه فأر الذباب عن طريق انتقاله للبشر. فكره انتقاله السريع للبشر حتى الان هتؤخذ في الحيطه والحذر، ولكن ليس اكيد انتقاله من البشر الى البشر. طب هو لانجيا، وما قيل ان هو له علاقه بخفاش الفاكهه، اشمعنى خفاش الفاكهه؟ طيب ليه؟ لان الخفافيش بتنتقل من الغابات للانسان وممكن تخش البيوت. بالفعل في الصين بيحدث ذلك، ولكن هو فيروس اصلا منشاه ينقله حيوان الفأر، فأر اسمه فأر الذباب. يعني الفئران هو التي مصدر نقله. يعني الخفاش المره دي مظلوم معانا مش كده؟ مش مظلوم، هو وسيله نقل، ولكن الفئران هي الاساس. فأر اسمه فأر الذباب هو الاساسي في انتقال من انتقال هذا النوع من الفيروسات. لكن احنا شايفين يا دكتور حيواني. يعني اذا كان احنا مثلا بنرصد بعض الظهور لبعض الفيروسات، الا على الناحيه الثانيه اللي احنا بنرصد مثلا هو المخيف بالنسبه لنا هو فيروس كورونا، ابتدت النسب، وده بشهاده منظمه الصحه العالميه وكل المواقع العالميه او كل المؤسسات العالميه اللي بترصد وبتعمل احصاءات للنسب سواء الاصابات او الوفيات الحاليه لفيروس كورونا. فدلوقتي احنا شايفين الكيرف الوبائي نازل، فهل دي هبوط موجه ولا احنا بنتخلص من الجائحه بشكل عام؟ طيب انا شايف رايي انا الطبي وراي كثير من الاطباء الان ان احنا في اتجاه ان الجائحه بتقل حدتها الى ان تصير الى الزوال. ليه تصير الى الزوال؟ لما الجائحه تنتهي عندما يكون هناك عقار وعندما يكون هناك لقاح. اللقاح الان يتم اخذه وتم مراحله السريريه وانتهينا فكره التجارب وخلاص تم اعتماده لكافه المراحل السنيه واثبت فعاليه جيده للحمايه من المضاعفات. نعم. العقار وعقار مولنوبيرافير ايضا خد كل الموافقات وتم استخدامه، هو عقار خاص بفيروس كورونا على عكس باقي العقارات اللي كانت بتستخدم في امراض اخرى ويتم تجربتها على كوفيد. اما مولنوبيرافير هو عقار يستخدم لكورونا. فبالتالي هناك لقاح وهناك دواء تنتهي الجائحة تدريجيا أو يقل حدة الفيروس ليصبح فيروس غير جائحي غير وبائي مثل البرد والإنفلونزا. وأعتقد هل إحنا وصلنا للدرجة دي؟ شعرنا به مع الموجة الستة الأخيرة في إصابات الناس لدرجة أن المجتمع نفسه بينكر أنه هو مصاب بفيروس كورونا وبيقول ده برد. برد المروحة. لكن يعني إذا كنا إحنا بنبص على الموضوع ده فبرضه لازم نشوف التحذيرات، إن في بعض المؤسسات الطبية اتكلمت إنه لابد من حذر بعض الدول عشان إن هي تمد الفترة الخاصة بالحجر الصحي عن 5 أيام. الدول دي اللي هي منظومة اللقاحات فعليا فيها ما كانتش قوية. لم يتم الجرعات التنشيطية. الدول فعليا اللي خدت الجرعات كامله وابتدت تدي تنشيطي اعتقد الحده الوبائيه اقل عندهم، فتره العزل اقل، وفتره المرض نفسه وحدته بتتعافى الشخص منه اسرع من الاشخاص اللي هم منظومه اللقاحات عندهم ليست قويه او بعد المسافه ما بين اللقاحات. خد جرعه وبقاله سنه ما خدش، خد الجرعه الثانيه وبقاله اكثر من 6 أشهر ما خدش. كلما بعدت فتره الاصابه او فتره اللقاح كلما كانت فرص العدوى اكثر بكثير جدا. طمنا على الحالة الوبائية بالنسبة لنا المحلية، يعني احنا سمعنا برضو التصريحات الخاصة بوزارة الصحة، طمنتنا ان ما فيش جدري قرض عندنا في مصر، قالت ان الاصابات الحمد لله قلت عن زي قبل بنسبة كبيرة جدا، فدي من الحاجات الجيدة اللي احنا لابد ان نرصدها. انا مش هقول لك مع الحذر، مع الحذر. بالفعل اسبوع العيد كان اسوأ الاسابيع، كان نسبة الاصابات عالية جدا جدا. الاسبوع ده تكاد تكون كم الاتصالات او كم الحالات اللي بنشوفها قليل جدا جدا جدا. الحمد لله. فنقدر نقول فعليا ان احنا في انكسار، الاعداد بتقل، كيرف الاصابات بيقل بنسبه كبيره جدا عن اسبوعين اللي هم كانوا في العيد. الحالات بتقل، حتى حدتها اقل بكتير جدا، لدرجه ان الناس فعليا انا لما باجي اقول لهم يا جماعه ده كورونا نقعد عزل 5 أيام، الناس مش معتقد. لا انا ما عنديش اعراض، انا ما عنديش حاجه، ده احساس ارتفاع حراره بسيط، احتقان بسيط وخلاص خف. فعليا الاعراض اقل بكثير، نسب الاصابات ابتدت تقل، لم نسمع الان عن دخول فلان الى الرعايه او حالات الوفيات، الحالات الحاده هي الاقل في هذه الموجه بنسبه كبيره جدا. ولكن نحن داخلون على موسم الانفلونزا. الشهر الجاي شهر اغسطس شهر سبتمبر هو مشهور الخريف بزياده حالات الانفلونزا. عشان كده الكلام كان على المصل. بالفعل. السنه دي وزاره الصحه نزلنا الامصار الانفلونزا بدري جدا جدا جدا، يعني مصل الانفلونزا السنه دي موجود الان. ليه؟ احنا عايزين نبتدي بدرجه حمايه قبل المدارس لاطفالنا وكبار السن،
لان هتبقى بقى ما يسمى بالعدوى المشتركه، هو برد ولا كورونا ولا انفلونزا. فبالتالي فكره وجود لقاح الانفلونزا بدري السنه دي مهم جدا جدا اخذه في الاعتبار ان احنا ناخده، لا يقل اهميه عن كورونا وعن اصابه كورونا عن لقاح كورونا. ليه ما يقلش اهميه؟ لان انا دلوقتي عدوى كورونا تماثل بنسبه كبيره جدا عدوى الانفلونزا في اعراضها، فيصعب التمييز ما بينهم. أيوه. فبالتالي اخذ لقاح كورونا واخذ لقاح الانفلونزا مهم جدا للحمايه من مضاعفات الاصابه قبل المدارس، قبل اطفالنا ما يروحوا الحضانات والمدارس، لانه مهم جدا. عارفين الانفلونزا يؤخذ فوق سن 6 اشهر، فمهم جدا نديه للاطفال، مهم جدا نديه لكبار السن وهو الان متوفر. اشكرك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، من الحاجات المهمه جدا اللي ختمنا بيها مكالمتنا مع دكتور امجد الكلام والتوجيه، انه يا جماعه موسم الانفلونزا دلوقتي موجود، ناس تتوجه له وتروح ان هي تحاول ان هي ايه زي ما احنا بنقول كده تحصن نفسها وتدي نفسها جرعه من المناعه عشان ما يبقاش فيها واجز بقى في الفتره اللي جايه. اقول لك ده مع دخلة الصيف مع تقلب تغيير المواسم بيجي لي شويه حساسيه مش عارفه ايه، هو ممكن يبقى كورونا وممكن يكون فعلا دور برد، فاحنا ايه نحصن انفسنا كده بدري بدري زي ما بنقول.